هنا القاهرة. يا صباح الخير يا اللي معانا. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة. صباحك معتر. مفتح مزهر. كلمتين وبس. اهلا بحضراتكم مره تانية. زي النهارده سنه 1934 زي ما كنا بنتكلم في البدايه بدا اول بث للاذاعه المصريه، وكانت البدايه مع تلاوه للشيخ محمد رفعت، وبعد كده اصوات ام كلثوم وعبد الوهاب. والحقيقه ان مصر من اوائل الدول في العالم كله اللي اهتمت بالاذاعه. مين فينا ملوش ذكريات مع برنامج او برامج الاذاعه بشكل عام اللي بقت جزء كبير جدا من وجداننا، وكمان كنا بنسعد واحنا بنسمعها. بنحتفل بذكرى اول بث للاذاعه المصريه، ويجب ان احنا نعرف كتير عن الإذاعة وعن خطة التطوير اللي هتحصل خلال الفترة اللي جاية من رئيس الإذاعة الأستاذ محمد نوار اللي معنا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، كل سنة وحضراتكم طيبين. يا أهلا بك يا فندم. حضرتك طيب وبخير. قبل ما نتكلم عن خطة التطوير عايزين نتكلم شوية عن ذكريات أول بث للإذاعة المصرية. كلنا عارفين أنه الإذاعة المصرية بدأت في 31 من مايو من عام 1934 بعد عدة تجارب إذاعات أهلية كانت منتشرة في أرجاء الجمهورية. بدأت الإذاعة المصرية بأدوار تنويرية توعوية تثقيفية، قدمت الدراما وقدمت المعلومة وقدمت المنوعات. حتى العام 1952 جاءت ثورة يوليو المجيدة، وجاء الرئيس جمال عبد الناصر ومعه قادة الثورة، وهم يدركون تماما أهمية الميكروفون، أهمية الإذاعة، فدعموا الإذاعة بشكل غير مسبوق، بشكل يعني دعم لا متناهي. ازدادت أعداد المحطات الإذاعية والشبكات، تحول دور الإذاعة من الدور التنويري التوعوي التثقيفي إلى دور سياسي ساند في نجاح ثورة مصر، والبيان الأول كان من الإذاعة ومن مقر الإذاعة المصرية بالشريفين. ثم جاءت دورها في دعم ومساندة الدول الشقيقة، الدول العربية، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في سوريا، في لبنان، في اليمن إلى آخره. وأيضا دعمت الإذاعة الثورات التحرر، ودعمت الشعوب في تقرير مصيرها في دول العالم كافة، في قارات أمريكا اللاتينية وآسيا وغيرها من الدول. الحقيقة أن دور الإذاعة يحتاج إلى ساعات كثيرة للحديث صحيح. عنه وعن ما كانت عليه وما آلت إليه الآن. الإذاعة يعني الحقيقة ضمت منذ اليوم الأول نخب من العاملين بها، نخب من الهواة والمحترفين، نخب من المثقفين، نخب من حصلوا على أعلى مستويات التدريب خارج مصر وداخل مصر، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. عايز أتكلم مع حضرتك كمان عن الإذاعات الموجهة، يعني لو بنتكلم عن البرنامج الأوروبي، صوت العرب، الشرق الأوسط، وما يتم من تطوير وأهمية هذا. عايز اقول لحضرتك انه لما نتحدث عن الاذاعه بصفه عامه او عن اي وسيله اعلام في العالم مسموعه او مرئيه او حتى مقروءه، يجب ان نؤكد ان للوسيله دوران مهمان. الدور الاول الان دور سياسي، والدور الاخر هو الدور يعني التنويري والتثقيفي. الدور السياسي في مصر هنا ان تقوم الاذاعه بنقل الصوره الصحيحه لما يحدث على ارض مصر من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة. بتقوم الإذاعة فعلا بدورها وتنقل هذه الصورة إلى قلب المواطن وليس إلى أذن المواطن، حتى يستطيع المواطن أن يفهم ماذا يجري، أن يفهم ماذا يقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجاز وتطوير في كل شبر من أرض مصر، فيساعد المواطن عندما تصل إليه الصورة الصحيحة، يساعد في الإنتاج، يساعد في الإنجاز، فيمكن أن ننجز في أشهر قليلة ما هو مطلوب إنجازه في سنوات. الدور الثاني زي ما تكلمنا هو الدور الترفيهي أو الدور التنويري والتثقيفي. إذن هناك الدور السياسي لو توقفنا أمامه، نعرف أهمية الإذاعات الموجهة أو الإذاعات الدولية كما أطلقنا عليها منذ عدة أشهر، التي تتحدث ب 23 لغة إلى أرجاء المعمورة. الحقيقة أن احنا قمنا بخطة تحت رعاية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السيد حسين زين بدأت منذ سنوات، وهذه الخطة تمثلت في تجديد وتنشيط بروتوكولات التعاون مع الدول الأفريقية في البداية على سبيل المثال، وإعادة بث هذه الشبكة من خلال الأقمار 9 سات والعرب سات
على محطات اف ام موجوده بهذه الدول دون ان تتكلف الهيئه او دون ان نتكلف من ليمن. بنقوم بتنشيط فقط البروتوكول، اعاده البث للدول الراغبه. والحقيقه ان كل الدول السفراء اللي انا قابلتهم حتى الان اكثر من 15 سفير كانوا راغبين بالفعل في هذا الموضوع، طبعا لانه الاذاعه في المرحله القادمه زي ما قلنا احد اهم وسائل الاعلام. المرحله القادمه هي للاذاعه، هي للسوشيال ميديا، هي للمواقع الالكترونيه. صحيح. ايضا هناك الشبكه الثقافيه. طبعا انا بتكلم بسرعه لانه احنا بنحتاج ساعات عشان نشرح دور الاذاعه واهميه كل شبكه من شبكات الاذاعه. الشبكه الثقافيه بتحتوي ثلاث محطات، منها البرنامج الثقافي وده برنامج مهم جدا جدا للنخبه، البرنامج الموسيقي وهو برنامج مهم ايضا، ثم البرنامج الاوروبي والذي ادخلنا فيه اللغة الأسبانية منذ عام ونصف لأن هناك أكثر من 22 دولة تتحدث الأسبانية. تحدث البرنامج الأوروبي بسبع لغات، ويمكن أقدر أقول لحضرتك أنه ما فيش مواطن أو سفير أجنبي في مصر لا يستمع إلى البرنامج الأوروبي. بمجرد أن نحدثهم للحضور للمشاركة فورا ثاني يوم بتكون الاستجابة، وده بيشير أو يدلل على أهمية برنامج مثل البرنامج الأوروبي. أيضا هناك شبكات، طبعا الشبكة الأهم على رأس هذه الشبكات الإذاعية الثماني شبكة القرآن الكريم. صحيح. والتي تحظى بأكثر من 40 مليون مستمع على مستوى الجمهورية وخارج الجمهورية من خلال الإنترنت ووسائل أخرى، وسائل تواصل أخرى. طيب أستاذ محمد، الإذاعة بدأت قوية وظلت قوية، إيه سر هذه المنافسة؟ يعني قادرة تنافس تلفزيون، قادرة كمان تنافس مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؟ لا، هي ما بتنافسها، بتتفوق كمان. لانه الاذاعه بمنتهى البساطه هي اسهل وسيله نقل خبر في العالم، واخف وسيله نقل خبر في العالم. ممكن حضرتك تجد راديو في الساعه، وتجد راديو في يمكن المره الجايه في النضاره، هتلاقي راديو في التليفون المحمول. يعني سهل جدا ان انت تحتفظ بجهاز راديو في معك، في جيبك، في يدك. فده سهل القصه، سهل يعني انه بقت سهله جدا انك تصل لاي مكان في العالم. الاهم ان احنا في المرحله دي ان شاء الله بنعيد يعني انتاج تطبيق على الهواتف المحموله، تطبيق محترم بالتعاون مع شركاء لنا ايضا دون تكلفه، ليصبح التطبيق موجود على الهواتف المحموله يحمل او كل شبكات الاذاعه المصريه الثماني والمحطه المنفرده وهي اذاعه الاغاني. فالحمد لله احنا بنسير قدما الى الامام. يمكن احنا بدانا خط التطوير منذ اكثر من عامين، من 3 اعوام، ولكن جاءت الكورونا او الكوفيد فعطلتنا لمده عامين عن انجاز ما كنا سننجزه. استاذ محمد، عندنا كنز كبير من البرامج الاذاعيه المصريه، اكثر هذه البرامج المطلوب يعني اعاده اذاعتها. عايز اقول لحضرتك انه يعني احنا بنعمل كدول بنراجع 100 مليون مصري، شرائح المجتمع، الاعمار او الفئات السنيه من الى، يعني الشباب في مصر اكثر من 60%، اذا نحن مطالبون بان نتوجه اليهم بعدد من المحطات او الشبكات الاذاعيه. هناك شركاء لنا محترمون، الشركه المتحده بقنواتها كافه، بمحطاتها الاذاعيه كافه، بنكمل بعض. يعني هو يخاطب شرائح معينه من الشباب باعمار معينه، ونحن نستكمل المسيره فنخاطب الباقي. يمكن من تخاطبهم شبكه القران الكريم اكثر من 40 مليون زي ما قلت لحضرتك، لا في رسائل محدده موجهه موضوعا من خلال الشبكه طورناها، تطورت لغه الحوار، اصبحت القران الكريم تتحدث بلغه العصر، اصبحت البرامج قصيره، البرنامج لا يتعدى دقيقتين لانه الشباب هو ده المطلوب دلوقتي. صح. يعني الشباب مش مستعد او مش مؤهل او مش جاهز انه يسمع برنامج مدته ساعه او مدته نص ساعه او مدته ساعتين. فاحنا بسرعه يعني ان شاء الله الفتره الجايه ستشهد مجموعه من البرامج بجانب دقيقه فقهيه وومضه تفسيريه وخاطره دعويه، ايضا هناك اشراقه قرانيه وهناك دقيقه عقائديه. المرحله القادمه ستشهد عدد كبير من هذه البرامج التي سيستمع اليها الجميع من كل الاعمار، من الاعمار المختلفه. لو تحدثنا عن تطوير الشبكات كالبرنامج العام، احنا يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك استاذ هدير انه احنا تاخرنا بسبب الكورونا، لكن احنا بدانا الخطه بتطوير القران الكريم ثم الشباب والرياضه
ثم إذاعة الأغاني، ثم الشرق الأوسط اللي بيضم عدد كبير جدا من مقدمي البرامج الهواة المتبرعين، يعني دون أجر، بالزميل والأخ عمرو الليسي، محمد الشابة، محمد الغيطي، الموسيقار الفنان مجدي الحسيني، جمال الأستاذ جمال بخيت، يعني مجموعة كبيرة، الأستاذ محمود بكري، الأستاذ خالد ناجح، مجموعة كبيرة من المتبرعين، مش متبرعين يعني، هم مدركين تماما أهمية دور المصري، دور الإذاعة وأهمية وجودهم دون مقابل في هذه المرحلة التي نمر بها. كمان احنا أخرنا البرنامج العام والصوت العرب، البرنامج العام إن شاء الله سنبدأ في تطويره، وبدأنا بالفعل ببرنامج كلمتين وبس بشكله الجديد اللي عملنا مزج بين الأستاذ فؤاد المهندس والأستاذ عمرو الليسي، وكانت النتيجة الحقيقة برأي الجمهور أكثر من ممتاز. هنعيد تقديم أيضا باقي البرامج في شكل جديد، همسة عتاب وأبلة فضيلة وبرامجنا المميزة كلها إن شاء الله، حتى لو كان مستمع البرنامج العام 6 أو 7 مليون، أنا بقول لو كان، ممكن يبقوا 20 مليون، ممكن يبقوا 15، لكن احنا حتى لو كانوا 5 أو 6 أو 7 مليون فاحنا سنعيد تقديم ما يرضيهم من جديد. وعايز استاذ محمد، هل احنا عندنا احصائيه مال الاذاعه لاكثر سماعا؟ للاسف احنا يعني للاسف واكرر مره اخرى للاسف، انه لا توجد في مصر مثل هذه الشركات حاليا التي تقوم بتقديم احصاءات في مجال الاعلام بالتحديد، ولكن ان شاء الله في المستقبل القريب يعني انا اعرف انه ستكون موجوده مثل هذه الشركات، لانها مهمه جدا جدا جدا، لانها يعني اقول لحضرتك دورها مثلا في الاعلانات، لما يجي يقدر لي يقول لي عدد مستمعي، طبعا القران الكريم مش محتاجه لا تقدير ولا تقييم، ومش عايز اقول لحضرتك الارقام اللي تعدت 20 مليون جنيه. انا ضد الاعلانات في القران الكريم، ولكن احنا في ظروف بنضطر الى ان طبعا إذاعة القرآن الكريم جزء من كيان المصريين جميعا، يعني احنا خصصنا فترات محدده، يعني كانت الاعلانات على مدار اليوم، لا خصصنا له فترات محدده، ربع ساعه او ثلث ساعه، ونحن مضطرون، وبقول لحضرتك نحن مضطرون. الشركات دي هتساعدنا في انه تحدد معاد اعداد مستمعي المحطه، فبالتالي هتحدد التوجه المعلن، وهي بالملايين، مش ليست بالملايين، بالمليارات. وانا ضد فكره كعكه الاعلانات او انه في بادجت محدد للاعلانات، لا، لانه مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كل يوم مشروع جديد دون وضع حجر اساس، كل يوم، وبالتحديد المشروعات العقاريه بتحتاج هذه المشروعات الى اعلانات، فبالتالي ما اقدرش اقول والله لا ده الاعلانات في مصر 2 مليار او 2.5، لا، طول ما في مشروعات بتفتتح يوميا وخاصه في هذا المجال وفي العاصمه الاداريه، هتلاقي ان الاعلانات اصبحت بتصل الى 4 و5 مليار في وقت من الاوقات، بتحتاج الى مثل هذه الشركه. صحيح. بالنسبه لي انا بس عشان انتم يعني ما تقولوليش احنا خلصنا، لازم اقول صوت العرب. اتفضل. كنت لسه اسال حضرتك عن الاذاعه المفضله لحضرتك. سؤال مش سهل شويه. انا عملت طبعا في حياتي كلها كمذيع في صوت العرب، ولكن صوت العرب واجهتها مشاكل جمة على مدار تاريخها بسبب يعني الحياة السياسية والعلاقات العربية العربية، إلى أن جاءت العام 79 وكانت هناك يعني قطيعة ومؤتمر بغداد وإلى آخره، ومع ذلك نجح في هذا التوقيت الأستاذ أمين بسيوني رحمه الله، وكان مديرا لصوت العرب، في أن تعبر الأزمة وأن تظل صوت العرب موجودة على خارطة أهم الإذاعات. ويمكن تراجع دورها كثيرا وليس قليلا، ولكن إن شاء الله في المرحلة القادمة سنعيد التعاون مع كل الدول العربية، إن شاء الله مع كل إذاعات الدول العربية، سنستقدم مذيعين ومقدمي برامج ومحررين ومخرجين ومن الدول العربية كافة، سيساعدنا المستشارون الإعلاميون والثقافيون في السفارات العربية في إعادة بناء صوت العرب، أيضا سنعقد اتفاقيات لإعادة بث صوت العرب في كل الدول العربية، 21 دولة إن شاء الله ستصل صوت العرب إلى أقصى نقطة في الوطن العربي. مرة ثانية كل سنة وحضرتك طيب أستاذ محمد، وكل زملائنا العاملين في الإذاعة المصرية بألف خير. أستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، شكرا جزيلا لك. هنا القاهرة.
راديو ديفيزيون ايجيبتيان حركة وقاهرة. You are tuned to the Cairo studios of the Egyptian Broadcasting Service. القاهرة إدو كايرو ايجيبتيا كوس راديو بونيكوس تاتموس دي سيني ومانجا راديو مصير كايرو دي كايرو راديو تابع فرص القاهرة أكي إل كايرو إيمي كايرو دي سيني لغة مانجا راديو مصير كوي لا راديو ايجيبتيانا كبي بارنا دال كايرو. صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة النابض من القاهرة.